يتجدد لقاؤنا في حلقة جديدة من كيبورد، ونبدأها بأبرز العناوين. هاشتاغ بائع الموز إنسان يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي. حدود اليمنية في قطاع سكان. عطر البارود فيلم سعودي يوثق الحرب في اليمن. في عيد الحب شباب يمنيون يقدمون هدايا للمحتاجين في نيويورك. ساعة ذكية تحدد الحالة المزاجية. وضيف فقرة الاستضافة الفنان حسام علايا. أهلا بكم مشاهدينا. أصيب بائع الخضار والفواكه بطلق ناري في تجدد للاشتباكات بين القوات الحكومية والعصابات المسلحة في محور تعز. أدى الطلق الناري إلى وفاة بائع الخضار. الحادثة أثارت سخط وغضب الناس، وخاصة ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي الذين نددوا بها عبر إطلاق هاشتاغ بعنوان بائع الموز إنسان. عبروا فيه عن استنكارهم من الصمت الرسمي والعجز الأمني إزاء تغول العصابات واستهدافها لحياة وأملاك المواطنين منذ بداية الحرب. خلونا نشوف الهاشتاغ. الموضوع تظاهر العشرات في مدينة تعز تنديداً بمقتل بائع الخضار والفواكه، وطالبوا السلطات بالقبض على القتلة وحماية حياة المواطنين من العابثين. نشوف صور من هذه المظاهرة. هاشتاغ آخر على إثر خلفية مجزرة أرحب التي ارتكبها التحالف. انتشر الهاشتاغ بعنوان عزاء أرحب. ندد فيه ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي الحادثة، وعبروا عن استنكارهم للغارات المتكررة للتحالف والتي يذهب ضحيتها المدنيين والأبرياء. نشوف هذا الهاشتاغ. تزال ميليشيا الحوثي والمخلوع تزج بأتباعها في القبور، وتستمر صور الجنائز والمقابر بالانتشار. كثير كتبوا عن الموضوع، واخترنا لكم بعض هذه المنشورات، ونبدأها بمنشور حمزة المقالح. حمزة قال: كل هؤلاء قتلوا في مدن ومحافظات يمنية، تعز ومأرب والبيضاء وعدن والضالع إلى آخره، تحت شعار الموت لأمريكا والموت لإسرائيل.
نحن أمام فواجع سنلحظها بعد أن تنتهي الحرب التي أوقدتها أطماع شخصية باغتصاب السلطة بقوة السلاح. هذه المقابر دليل وشاهد على قبح التمرد الطائفي والسلالي والعنصري، دليل على كذبهم وزورهم وزيفهم. هؤلاء الضحايا قتلهم الجهل والتضليل والخداع والفقر الذي وجدوا أنفسهم أدوات موت متحركة تتمنطق بالقتل وأدواته. في كل دورة تنشط فيها الإمامة عبر التاريخ يقتل خلق كثير، وكنت أظنها مبالغات المروريات التاريخية، ولكني اليوم أراها مشاهدة حية. وإلى منشور آخر في نفس الموضوع، وهو لفاطمة الأغبري. فاطمة تقول: هل هذا منجز يستحق المفاخرة به؟ الحوثي زج بأتباعه وأعادهم جثثا هامدة تسكن هذه القبور، بينما هو يعيش يأكل يشرب يخطب في شعبه العظيم. هذا ما جلته الحرب التي أشعلها الحوثي وصالح انتقاما من الشعب اليمني. خلال الأيام الماضية انتشر بشكل كبير في موقع الفيسبوك تطبيق صراحة. طبعاً الموقع أنشأه شاب سعودي اسمه زين العابدين توفيق، بعد شعوره بحاجة مجال ريادة الأعمال إلى النقد البناء، خاصة مع بعض العوائق التي تمنع الانتقاد وجهاً لوجه، مثل أن يكون النقد مثلاً من موظف لمديره، أو سينبني عليه بعض الإجراءات التعسفية التي لن تكون لصالح الناقد. وقد أطلق الموقع قبل شهرين وحقق نجاحاً كبيراً بفترة قياسية. باختصار أكبر، الهدف من الموقع نبيل جداً، فشكراً لكل اللي وظفوه في هدفه وصارحوا بعض بشكل بناء. شهد مهرجان الجنادرية الذي انطلق في الأول من فبراير برومو ترويجي لأول فيلم سعودي يوثق الحرب في اليمن. الفيلم يحمل اسم عطر البارود، ويعتبر أول فيلم توثيقي للحرب الدائرة في اليمن، وتحديداً خطوط التماس في الحدود السعودية اليمنية، وبعين صحفي. أثار الإعلان عن الفيلم الكثير من الاهتمام على شبكات التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية. نشوف الإعلان. هذا آخر حد سعودي في الحدود اليمنية في قطاع سكام. طبعا احنا الحين رايحين مع قوات الدخل السريع في عملية لصد هجوم هادي، نسأل الله التوفيق. تمت عملية خداع للعدو ونقل القاتل الضراوة. انتم الغيازين، انتم اللي باذن الله انتم اللي تدافعون عن بلدك. الله اكبر الله اكبر. ارجفوا يا مال الغني. يعمل باحثون من معهد للتكنولوجيا في الولايات المتحدة على تطوير نظام ذكي قادر على تحليل المحادثات واستنتاج الحالة المزاجية للمستخدم، كما يمكن دمج هذا النظام في الساعات أو الأساور الذكية. وقد قام الباحثون بإجراء اختبارات لهذا النظام على ساعة سامسونج الذكية، إذ تقوم الساعة بتجميع وتحليل العديد من المؤشرات مثل تغير درجات حرارة الجسم، ضغط الدم، وسرعة خفقان القلب، وحتى حركة الأيدي والأرجل، بالإضافة إلى تحليل نبرة الصوت، ليقوم النظام الذكي باستنتاج الحالة المزاجية للمستخدم. حذرت دراسة بريطانية حديثة من أن تصفح موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قد يضعف الإحساس بالزمن. الدراسة أجراها باحثون في مركز علم الأعصاب الإدراكي والمعرفي بجامعة كينت في المملكة المتحدة. أوضح الباحثون فيها أن تصفح فيسبوك خاصة وشبكة الإنترنت عامة يؤثر بشكل كبير على مفهومنا وتقديرنا للوقت، وقد يؤدي إلى إضعاف إحساسنا بالزمن. مشكلة عويصة إذا كانت أوقاتنا على السوشيال ميديا من حساب الحياة الواقعية وأعمالنا الملزمين بها.
يقوم مالكو علامة الهواتف الفنلندية نوكيا بآخر اللمسات على أمل عودة قوية للأسواق، إذ تفيد آخر الأخبار بأن الشركة المالكة للعلامة تنوي إطلاق سلسلة هواتف جديدة تعيد اسم نوكيا للأسواق خلال مؤتمر الموبايل المقبل، كما تنوي استعادة نجاحها بتكريم هاتفها نوكيا 3310 الشهير. ونشوف الآن أبرز الفيديوهات اللي انتشرت خلال الأسبوع الماضي في مواقع التواصل الاجتماعي، ونبداها بفيديو لشباب يمني في نيويورك يوزعون هدايا على المحتاجين بمناسبة عيد الحب. Hello man, how you doing? Hey, what's up, man? How's everything? Good, good, good. Happy Valentine's Day, guys. I got you a gift. Oh my God! You serious? Yeah. Thank you so much. God bless. God bless you too. I really appreciate it. Where you at? How you doing, boss? Oh yeah, what's your name? Carl. Carl, nice to meet you. Man. This is for you. Happy Valentine's Day, brother. Thank you. Have a good one. Take care. Be safe. Hello, how are you? Good. Happy Valentine's Day. This is a gift from me to you. Oh, thank you so much. No problem. God bless. God bless you. Have a good night. Hi, how you doing? How are you? What's your name? Melissa. Nice to meet you, Melissa. Hey, this is for you. Happy Valentine's Day. Thank All right, take care. Have a good one. Okay, okay, bye. ردات فعلهم مؤثرة كثير، ولايك كبير مني للشباب. نستمع الآن لمعزوفة جميلة بآلة الكمان من الفنان اليمني عزيز مرفق. ما نزلتك بير العزب، وبطريقة حديثة وبصوت الفنان هاني الشيباني، نسمعها مع بعض. ما نزلتك بير العزب بين الشموس الحامية، بين الشموس الحامية، إلا ولك ما قضى غرام ولا بنيه حالي، thank you.
وصلنا إلى فقرة الاستضافة، وضيفنا اليوم فنان بدأ حياته الفنية كممثل ومنشد، ومن ثم اتجه إلى عزف العود والغناء. تميز بصوته الجميل وأغانيه التراثية اليمنية وإجادة العزف على آلة العود. ضيفنا اليوم الفنان الشاب حسام علايا. أهلا فيك يا حسام. مرحبا مرحبا. كم يبلغ عمرك الفني؟ 2 مشواري مع العود ولا الفني تمثيل و بشكل عام 12 سنة 11 سنة ما شاء الله. حسام ممثل أو منشد أو فنان؟ من قبل ممثل ومنشد ورسام وخطاط، والآن صيدلي إن شاء الله وفنان. كله فن. تركت التمثيل؟ لا ما تركت التمثيل، يعني حتى الآن آخر مشاركة لي باحتفال التخرج مع الجامعة شهادة البكالوريوس مثلت وكانت البطولة لي بالمسرحية. تخصصك إيش؟ صيدلي. أوكي. الفن بالنسبة لك مهنة أو رسالة؟ مهنة ورسالة، وقد ربما أفكر بمهنة يعني في هذا البلد. أوكي. تشرح أكثر عن كونه رسالة؟ أكيد أكيد. الفن يعني بتوصل أشياء صعب توصلها بطريقة أخرى. فالفن يعني في حالة بلد إلى بلد تكون رسالة أقوى من رسالة الحرب أو الغزو. والفن يعرف عنها الكثير أنه من أجمل المصنوعات الكونية. فأنا أتمنى كل الناس يتقفوا لجهة الفن. تمام. شخصياً ماذا تعلمت من الفن؟ الكثير والكثير. أنا بالنسبة لي يعني في حالة التوتر ولا الفيضانات اللي دي حريق دم وما غيرها مع العودة أهدى تماماً ومع الفن. طيب موهبة أخرى غير الغناء حالياً؟ موهبة أنا لاعب كرة قدم. واو ما شاء الله. تمام. فنان تتمنى مقابلته؟ فنان أتمنى مقابلته الله يرحمه، توفى فيصل علوي. يعني كان أرباب الفن. طيب ننتقل للأسئلة الأكثر خصوصية. شخصية أثرت بها؟ شخصية أثرت بها من ناحية الفن نفسه يعني؟ أيوة. فنان شاب يحيى رسام. أوكي. بشكل عام؟ بشكل عام طبعاً الفنانين القدامى والكبار. لا غير السمك. الفن غير الفن. أها. يمنية؟ شخصية يمنية ولا شخصية يعني خارج الطريق؟ عائد عليك. والله أنا تأثرت بشخصية يعني كلها حكم، جبران خليل جبران، يعني كل مقولاته دائما يعني أبروزها. إيش حكاية التنكة؟ حكاية الجلن. هذا الجلن أنا في صغري كنت أظل أشاهد علي الأنسي وغيره من الفنانين لما يعزف على العود، العود يتكلم قبل هو يغني، فكنت أسأل نفسي كثير كيف؟ ما قدرت يحصل العود بسهولة، طبعاً محارب من الأسرة أنه فن وما فن الفن هذا، لأنه أنت تعرفه باليمن يعني يميل إلى أنه من جهة اللي يعزف العود ولا اللي يغني هذا خارج عن إطار القبيلة. فأنا حاولت يعني قاومت كل الحروب هذا، سألت واحد من الحرمين من وين أقدر أحصل عود، كلمني مع واحد جارنا فلاح، قال هذا أخذ جلن عليه أوتار بشكل عود، يعني كان شكله جميل. رحت أخذت هذا الجلن كنت أظل ألعب عليه، يعني ما يخارجنيش لأي نغمة. في شاعر قد مات اسمه محمد حسن الجيلاني الله يرحمه، ألف قصيدتين، يعني كانت القصيدة هجاء ما بين شجرة القات والمداعة، كل يهجى الثاني كسم وحاجة ضارة، أنا ما أخزنش. طبعاً أنا مثلت دور وواحد من أصحابي مثل دور ثاني، عمر الشري موجود وأنا أشتغل أنا وياه بنفس الستور. أيوة. يعني فكان بيدي أنا الجلن ووديت له أنا جيتار ثاني. طبعاً مع الجلن بدأت أضرب إيقاعات بالإيد اليمنى، مع الأيام تطور الوضع لدرجة أنه شيخ من بعدان اسمه عبد علي عباد يعني حب شخصية حسام هذا، حسام هذا يعني داخل مع الناس خارج أشياء كثير، أهداني عود. وبداية بالعود هذا كنت بهذلت بهذلة يعني. طيب بالضبط. خلال كم تعلمت العود؟ تعلمت العزف على العود؟ 4 أشهر. واو ما شاء الله. كيف تعلمت؟ 12 ساعة باليوم.
استغفر الله. واو. اوكي، اكثر انتقاد سمعته؟ اكثر انتقاد كان من سامي اخي. انا اول اغنيه تعلمتها رد السلام، فطبعا الموقف هذا يضحك كثير، كل ما اذكره اضحك. كان ايه كل ما اعزف ما اعزف الا هذه الاغنيه رد السلام على طول، اي واحد يقول لي اعزف ما اعزف الا هذه الاغنيه. اخي سامي جاء يوم وانا بنفس الموالة، يعني يمكن اسبوع ظليت اعزفها، يا قال لي يا رجال يكفي، اول ما توصل العود يعمل لك رد السلام. تمام. صفة فيك تحب تغيرها؟ حقود. تفضل الزواج التقليدي او عن حب؟ والله هذا السؤال ما ادري ايش كيف، يعني هذا ما عنديش لا اجابه. انت شخص غير تقليدي. يعني انا انسان فني ورومانتيكي طبعا مع الحب، بس الحب المحترم. اوكي، شيء تحلم به ولم تستطع تحقيقه؟ هذه شهادة الدكتوراة الصيدلة، صعب صعب في أمريكا، بس إن شاء الله راح. الطريق طويل أمامك. أي بس هنا يعني مبالغ خيالية، السنة الدراسية تطلع لـ 72,000 دولار، وأنا عازم على إن شاء الله الماجستير بأمريكا، والدكتورة بأشوف كيف. بالتوفيق لك إن شاء الله. أجمل سنوات في حياتك؟ أجمل سنوات مع العود، كلها مع العود. هدفك في الحياة؟ هدفي في الحياة أوصل رسالتي بالعود. أوكي، إيش بتسمعنا في نهاية المقابلة؟ رد السلام؟ لا مش رد السلام، بغني أغنية الفنان شاب اللي هو يحيى رسام، فنان متألق من أيامه، وأغنية لأبو بكر سالم، يعني نكون زي ما وعدناكم، أغنية من الجنوب وأغنية من الشمال، وإن شاء الله تعجبكم تعجب الجمهور. أوكي، مع العزف طبعاً صح؟ أكيد. أوكي، أكيد يعني تفضل تفضل. غبني على من حب لقاك.
شاهين طول الليالي شاهين طول الليالي وروي بدمعي دمعنا وروي بدمعي دمعنا ألا تسأل ما جرالي مرتاح وسالي واليوم شمسي ظلام. إذن شكرا لك يا حسام، شكرا جزيل الشكر. اسلموا اسلموا، طولت طولت قليل، حاولت ما غنيت لمقطعين مقطعين. ايش؟ انا حاولت اغني مقطعين مقطعين، اذا يكفي. ايوه اعملوا لي. ايوه يكفي، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا حسام، نتمنى لك التوفيق في حياتك الفنية والصيدلية. ان شاء الله. شكرا لك. واتمنى لكم التوفيق. مشاهدينا سعدنا بتفاعلكم معنا في الحلقة السابقة واستمتعنا بقراءة تعليقاتكم. الآن وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، أتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم. ننتظر تفاعلكم معنا مجددا عبر صفحة البرنامج الظاهر رابطها أسفل الشاشة. هذه تحياتي لكم أنا أفنان تركر، كما هي لكم من معدة البرنامج إلهام عامر وكافة الطاقم. إلى اللقاء. مالي ما سويت شيء، ليش أنا إيش قلت؟ خلاص خلاص ما فيش داعي، خلاص خلاص.